وكيف يحقق التوحيد يا شيخ؟ التوحيد يحقق بأن يعني يكمل بتجنب الشرك الأكبر والأصغر وتجنب الكبائر من الذنوب هذا تحقيق التوحيد وهو فوق التوحيد هناك موحد وهناك محقق للتوحيد وهذا المحقق للتوحيد يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب كما جاء في الحديث، أما من لم يحقق التوحيد فهو متعرض للوعيد، نعم،